السلام عليكم ورحمة الله. الآن بدنا ننتقل للفايروول. البي اف سينس أو الشركة يعني بنت فلسفة الفايروول، لأنه أهم يعني جزء بالفايروول اللي هو السوفت وير تبع الفايروول، البوليسيز تبعت الفايروول. بنت هاي الموضوع أو فكرة الفايروول على الالياسز. شو الالياس؟ اللي هو المؤشرات أو المرجعيات خلينا نسميهم. فلو فرضا عندي أنا ويب سيرفر داخل الشركة تبعتي موجود على انترفيس على سبنت معينة، وأنا بدي اللي بدي أعمله يعني هو التالي، إني أنا بدي أسمح للنت إنه يدخل على الويب سيرفر على البورت 80، بينما أنا من عندي من المانجمنت بدي أتحكم بالويب سيرفر عن طريق 80 و 200 و 300 و 443 اللي هو SSL، يعني عن طريق HTTPS Secure HTTP. بدي أدخل كمان عن طريق Secure Shell على البورت 22، وبعدين كمان شو كمان بدي أعمل؟ بدي أسمح للشركة أنها تدخل للويب سيرفر، لكن انا بدي مثلا من النت يكون نسبة التصفح او كذا، خلينا نحكي 1 ميجا بت بير سكند من النت، ومن اللوكال من الشبكة الداخلية 10 ميجا بت بير سكند. كل هاي سياسات، وبدي الويب سيرفر مثلا يتكلم مع دي ان اس سيرفر 123 مثلا موجود عندي كمان على البورت 53. كله أنا يعني شوف أنا كله قاعد ببني هاي. لسبب ما في يوم من الأيام أجينا وحكينا إنه هذا الويب سيرفر لازم نغير الاي بي ادرس تبعه، بدنا ننقله لمكان ثاني، أو بدناش ننقله لمكان ثاني، بدنا نعمل يعني خلينا نحكي إحنا بدنا نعمل فورورد لهذا الاي بي، لكن ورا الاي بي راح يكون في عدة اي بي، كل مرة بيرد علينا اي بي معين عشان لود بالانسينج، عشان نخفف الضغط على هذا الاي بي وكذا. راح يكون عندك يعني مشكلة كبيرة. ليش؟ لانك بدك تعيد كتابة كل الفايروول. لكن انا لو اجيت وعملت الياسز، فطبعا انا اعمل الياسز كثيرة، خلينا نضيف الياس جديدة نسميها داتابيس سيرفر او داتابيس سيلز سيرفر. تقدر عادي تعمل كوبي من هون، تعمل بيست، ما في مشكلة. ايش هو هوست؟ ليش؟ لانه عبارة عن سيرفر واحد، وبضيف الاي بي ادرس اللي هو مثلا ممكن يكون 170 او 192 168 50 57، خلينا نحكي 100 او 150 مثلا، وحط هنا ديسكريبشن اللي بدك اياه ونعمل سيف. طب ايش الجميل بالموضوع هون، او شيء شو اللي يعني استفدناه من هالحركة اني اعمل الياس واحط الكذا؟ الان لو تغير الاي بي ادرس، يعني انا عملت سيف وبنيت الفايروول تبعي، ثاني يوم اجوا قسم الاي تي حكوا لي تعال انت تبع السكيورتي، تعال يا عمي انت حط لي الداتابيس سيرفر على هذا الاي بي، هذا الاي بي غلط اللي عندك، واحنا حاليا مش غير قادرين على الاتصال مع داتابيس سيرفر. فبكل بساطه بتيجي داتابيس سيل سيرفر هون، هذا خلينا نحذفه بس عشان نوضح الرؤية لكم، عادي ما في مشكلة. فأنا عندي داتابيس سيل سيرفر، باجي بس بعمل له edit alias، بقولي لا هو مش 150 هو 160، بحكي له هاي 160. كل اللي بنيناه قبل فايروول راح يتغير بناء على اللي عدلناه هون. يعني كل الاي بي ادرس تبعت السيل داتابيس سيلز سيرفر راح تتغير تصير 160 مش 150 مباشره بشكل اوتوماتيكي وما في داعي. كمان في شيء حلو انه انا مثلا بورتس
بقدر أضيف بورتس وكمان أغيرها زي ما أنا بدي. يعني أنا لو بدي هون كمان باجي بحكي له بورت خلينا نحكي مانجمنت بورت، بعدين بعمل له كوبي هاي بيست، طبعا بدي أعمل بورت، نضيف بورت نسميه نحطه مثلا 10100 وهاي في سيف. في حال انه غيرنا البورت لسبب معين او شغلنا مثلا البورت على جهاز ثاني او لاي سبب، فانا بس بحاجة اني اغير الالياس واعدل بكل، لا هذا مش تبع الداتابيس، الداتابيس شغالة على البورت البورت كم هو البورت تبع الداتابيس؟ ده ثواني خلينا نشوف البورت تبع الداتابيس دي سي بي. خلينا نفرض انه مش داتابيس، خلينا نفرض انه هو يعني راديوس اكاونتينج، هو داتابيس للراديوس بحكي لي انه هو 18 13 مثلا هيك راديوس، لانه مثلا بنحكي له هنا هاي راديوس. وهيك بس بنعمل له سيف بيحفظ عندي، بس هو اصلا بالوضع الطبيعي راديوس مضاف، ليش؟ لانه معروف ك يعني نون بورت، يعني مش شيء غريب، مش شيء يعني مش معرف او كذا هيك. بس هاي موضوع الالياسز بشكل عام. كمان بتقدر تعمل يو ار ال الياسز، يعني في حال احتجت يو ار ال سيرفيسز الياسز، فانت بحق يعني يعني مثلا بدك تعمل بلوك ليو ار ال معين هو بيعمل له ريزولفينج عادي، ما في عندك مشكلة. حتى اذا بدك تعمل على الشيبينج، لانه مش بس فاير وول، في عندك سكاجوال، في عندك شيبر وفيرتشوال اي بي، فبتقدر تضيف مثلا تحكي له انه هون ايش هو النيم، يعني سمي الالياس بالاسم اللي بدك اياه. خلينا نحكي بلوك فيديو، باجي هون مثلا يو ار ال بضيف يو ار ال مثلا اتش تي تي بي اتش تي تي بي دوت ياهو دوت كوم مثلا، نضيف واحد ثاني مثلا اتش تي تي بي مش عارف هو فيديو اتوقع فيديو دوت ياهو دوت كوم، يعني فرضا نحكي مثل هيك. يعني مثلا لو نفرض انه في كمان مثلا فيديو دوت خلينا نحكي فيسبوك دوت كوم، سميها بلوك فيديو وبتعمل سيف، بتقدر ترجع لهذا. يعني مثلا انا بدي زوار فيزيتورز للشركة تبعوني او القسم تبعي او البيت انه ما يفوتوا على هاي، طبعا هنا راح يفشل. ليش؟ لانه راح يحاول يعمل ريزولفينج لليو ار الز وما راح تزبط معاه، يعني ما راح يلاقي بالدي ان اس اي ريكورد عن الاسماء غير بس الياهو، اتوقع ما في بالشيء اسمه كذا. ف بس اوصلكم معلومه يعني وهيك. يعني هاي كل موضوع خاص بالالياسز بورتس اي بي يو ار الز. شاكر لاستماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.